مجمع الأندلس التعليمي، تعلم عصري ملهم بهوية وطنية وقيم إسلامية. بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي طلاب الصف السابع، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مع درس جديد من دروس اللغة العربية، مع الدرس الثاني من درس علامات الإعراب الأصلية والفرعية. بسم الله نبدأ بتدريب على ما سبق دراسته. الأم جنة الأرض، ما نوع التشبيه في الجملة السابقة وما غرضه البلاغي؟ الأم جنة، ما نوع التشبيه؟ أخذنا نوعين، تشبيه تام وتشبيه بليغ. ما نوع التشبيه هنا؟ هل يوجد أداة؟ لا يوجد أداة. هل يوجد وجه الشبه؟ لا يوجد. شبهنا الأم بالجنة، وهو تشبيه بليغ. غرضه البلاغي لبيان وتوضيح ماذا؟ مكانة الأم. أحسنتم. سؤال آخر، قال تعالى: قل هو الله أحد، ما إعراب كلمة أحد؟ الله أحد، الله لفظ الجلالة مبتدأ، ثاني أحد خبر مرفوع وعلامة رفعه الضمة. أحسنتم يا شباب. ننتقل إلى هدف الدرس اليوم، أن يميز الطالب بين الأسماء المعربة بعلامات أصلية وفرعية بشكل سليم. أن يعرف الطالب الكلمات المعربة بعلامات أصلية وفرعية بشكل صحيح. نبدأ بالهدف الأول، أكمل الفراغ بالمطلوب. يسعى فراغ في طلب العلم. جمع يعرب بعلامة أصلية، أي بضمة، لأن هنا فعل يأتي وراه فاعل. جمع يعرب بالضمة، أي فاعل مرفوع بالضمة. ماذا نقول؟ ركز، جمع تكسير، يسعى الطلاب، يسعى التلاميذ. إجابات صحيحة. يحافظ فراغ على صلاتهما، ركز مع الضمير الأخير، صلاتهما، يريد مثنى، والمثنى هنا موقعه يحافظ فعل، لابد أن يأتي هنا فاعل مرفوع بالألف لأنه مثنى. إذن تكون الإجابة: المؤمنان، المسلمان، الطالبان، كل صحيح. أقف احتراما فراغ، اسم مفرد. أقف احتراما لمن؟ للوالد، للمعلم. افتح معي الكتاب حتى نقوم بحل التدريبات. التدريب الثاني، اختر الكلمة الصحيحة من بين البدائل لملء الفراغ فيما يأتي. يحرص فراغ على تقديم صورة مشرفة لبلدهم في الخارج، ركز، لبلدهم، الضمير هنا للجمع. يحرص المسافرون، طبعا يحرص فعل، لابد أن يأتي بعدها فاعل، فاعل مرفوع. يحرص المسافرون، المسافرين، المسافر، المسافرة. ماذا نختار؟ جمع المسافرون. أحسنتم، إجابة صحيحة. فاعل مرفوع علامة رفعه الواو لأنه جمع مذكر سالم. إن فراغ يقومان، مثنى، يقومان بتشجيع أبنائهما على مواصلة التعليم. إن الوالد يقومان، لا يجوز. إن الوالدين، إن الوالدان، إن الوالدة، نختار ما بين الوالدين والوالدان. إن حرف ناسخ، ما بعده اسم إن منصوب، يبقى الوالدين. المعلمة تكافئ الطالبات، نريد نعت، ألف معرفة يأتي بعدها معرفة. الطالبات الفائزة، الطالبات الفائزات، الفائزات، الفائزة. إذن نختار ما بين هاتين، الفائزات أم الفائزات؟ المعلمة تكافئ، تكافئ فعل، الفاعل ضمير مستتر تقديره هي المعلمة، الطالبات مفعول به منصوب بالكسرة لأنه جمع مؤنث سالم، إذن يكون وراءه نعت، الطالبات الفائزات. أحسنتم. ننتقل إلى التدريب الثاني، أكمل بالمطلوب مراعين العلامات الإعرابية. أسهم فراغ في تقدم دولة قطر، يريد جمع مذكر سالم. أسهم فعل، وراه فاعل مرفوع وعلامة رفعه الواو لأنه جمع مذكر سالم.
يبقى أسهم المعلمون المهندسون. اخترنا المعلمون. أكمل العاملان بناء فراغ، يريد هنا مثنى. طيب مثنى آخره ألف ونون أم ياء ونون؟ أكمل فاعل، العاملان فاعل، بناء مفعول به ولكنه نكرة، يأتي وراه كلمة معرفة تكون مضاف إليه مجرور بالياء. أكمل العاملان بناء الملعبين، بناء مفعول به وهو نكرة، يأتي وراه كلمة فيها ألف ولام كما ترى معرفة، إذا جاءت النكرة وراها معرفة إذا المعرفة تكون مضاف إليه مجرور، وهنا مجرور بالياء لأنه مثنى. شاركت فراغ في بناء نهضة قطر الحديثة، جمع مؤنث سالم، يعني آخره ألف وتاء. شاركت المعلمات. إن فراغ الفضل محمود في قومه، يريد اسم من الأسماء الخمسة، يعني أب أخ حم ذو فو. إنها ماذا نقول؟ إن حرف ناسخ، ما بعده اسم إن منصوب. إن ذا ولا إن ذي ولا إن ذو؟ الأسماء الخمسة تنصب بالألف، إن ذا. أحسنت. الأخيرة من يقولها؟ أشرف المسؤولون على جاهزية فراغ استعدادا للمونديال، جمع تكسير، على جاهزية الملاعب، مفرد الملاعب الملعب، وجاء جمع التكسير لتغيير المفرد الملاعب. الآن التدريب الرابع، أعد كتابة الجملة الآتية جاعلا كلمة السائق مثنى مرة والجملة الثانية جمعا مرة أخرى وغير ما يلزم. من واجب سائق السيارة أن يتقيد بقوانين السير، من واجب سائقي السيارة أن يتقيد، لأن المثنى وراء مضاف إليه نحذف النون، ومن واجب سائقي السيارة أيضا حذفنا النون لأن وراء جمع المذكر السالم مضاف إليه، يبقى من واجب سائقي السيارة أن يتقيدوا بقوانين السير. بارك الله فيكم. التدريب الخامس، ثني يعني اجعلها مثنى، ثني كلمة باحث واجمعها، يعني اجعلها مرة مثنى ومرة جمع، ثم ضع كل منهما في جملة مفيدة من إنشائك. مثنى باحث، ها من يعرف؟ باحثان في جملة، ركز، عندما تضع في جملة هي مرفوعة بالألف إما تجعلها مبتدأ أو فاعل، نجعلها فاعل، نجح فاعل، نجح الباحثان في إعداد البحث، نجح الباحثان في إعداد البحث. قد يقول طالب آخر يا أستاذ أريدها خبر مثلا، أقول هذان باحثان ماهران، صح. طيب نجعلها جمع، باحثون، ضعها في جملة بحيث تكون إما فاعل أو مبتدأ أو خبر، نجح الباحثون في إعداد البحث، نجح فعل، الباحثون فاعل مرفوع وعلامة رفعه الواو كما درسنا في الدرس السابق، أن من علامات الإعراب الفرعية الواو في جمع المذكر السالم يرفع بالواو. أحسنتم جميعا. ندخل إلى الهدف الثاني وهو إعراب الجمل بشكل سليم، أو إعراب الكلمات في الجمل بشكل سليم. هذا هو التدريب السادس في الكتاب عندك، أعرب ما تحته خط في الجمل التالية، يستقبل مطار حمد الدولي الطائرات والمسافرين بكفاءة ومهنية. يستقبل مطار، نعرب مطار، يستقبل فعل، ما الذي يستقبل مطار؟ فاعل، فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة، علامة أصلية. يستقبل مطار حمد الدولي، ماذا يستقبل؟ الطائرات، فعل وفاعل، والطائرات تعرب مفعول به منصوب وعلامة نصبه ماذا؟ ده جمع مؤنث، هذا هو جمع مؤنث سالم آخره ألف وتاء. جمع المؤنث السالم يا شباب ينصب بالفتحة؟ لا، الوحيد جمع المؤنث السالم ينصب بالكسرة، مفعول به منصوب وعلامة نصبه الكسرة، ركز لأنه جمع مؤنث سالم، انتبه لهذا الأمر جيدا، جمع المؤنث السالم ينصب بالكسرة،
والمسافرين، الطائرات والمسافرين، وحرف عطف والمسافرين اسم معطوف منصوب وعلامة نصبه الكسرة لا، وعلامة نصبه الياء لأنه جمع مذكر سالم. من سيجيب معي هذه الإجابات الرائعة؟ ما الجملة التي اشتملت علامة إعراب فرعية؟ الوقت من ذهب، الصديق وقت الضيق، الصبر مفتاح الفرج، أخوك لحمك ودمك. من يعرف ما الجملة هنا؟ ما الجملة التي احتوت على علامة إعراب فرعية؟ من يعرف؟ أحسنت، من قالها رائع، أخوك لحمك ودمك. أخوك هنا تعرب مبتدأ مرفوع علامة رفعه الواو لأنه من الأسماء الخمسة. أحسنت. الثانية، الصديق مرآة صديقي، أعرف كلمة مرآة، هل هي مبتدأ؟ هل هي خبر؟ هل هي فاعل؟ هل هي نعت؟ من يعرف يا شباب؟ الصديق مرآة، ها يا سلام، من قالها رائع، خبر مرفوع وعلامة رفعه الضمة، هذه مبتدأ وهذه خبر. أحسنت. الجملة الثالثة، الجنديان أسدان رابضان يعني صامدان في المعركتين، من يعرف المعركتين؟ هذه سهلة، في حرف جر والمعركتين ها اسم مجرور. أحسن، مجرور بالياء لأنه مثنى. أحسنتم يا شباب، مبارك الفوز بالنجاح والتوفيق. نختم بهذا السؤال، حضر المدير والمعلمون صباحا، أعرف ما فوق الخط، كأني أسمعك تقول فاعل مرفوع علامة رفعه الضمة. أحسن، والواو حرف عطف والمعلمون بعد حرف العطف يكون اسم معطوف، ما قبله مرفوع هو أيضا مرفوع ولكن هنا مرفوع بالواو لأنه جمع مذكر سالم. أحسنت، إجابات رائعة. إلى هنا يا شباب قد انتهينا من الدرس، مع خالص الشكر والتقدير والاحترام، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مجمع الأندلس التعليمي، تعلم عصري ملهم بهوية وطنية وقيم إسلامية.